خلاص اوعى بطل الرمرامه بتاعتك دي يابا. انت قصدك ما عندكش مزاج في الاكل؟ انت لو دقت معلقه من كشري فاطمه مش هتعرف تسلقها ابدا. كشري ايه بس يابا؟ بطل العوايد بتاع زمان دي، انت دلوقتي حاجه تانيه. من فتى دي متاه يالا. رجعنا بقى للكلام اللي ملوش معنى. انت لو دقت معلقه من الكشري ده هتعذرني. يا سلام لو الواد سيد يرضى يدينا اخته فاطمه تيجي تطبخ لنا. يابا ما الطباخ عندنا في البيت يعمل لك اللي انت عايزه. الله يرحم امك، من يوم ما ماتت قطعت بيا ومش عارف اكل لقمه كويسه. يعني ها المهم عملت ايه؟ دفعت التأمين. كام؟ 5000 جنيه. يا مرسي يا ابو العباس، ده باين عليه مزاج شديد قوي. تفتكر يرسي على كام؟ لو رسي على 70,000 يابا نبقى خبطنا خبطة كبيرة قوي. قد كده يستاهل؟ طبعا، ده انا خايف لا يروح مننا. لا ولا يهمك، انا هتصرف. لا اصل سامع ان المعلم جرجس بيحرج حواليه. لا جرجس ده حبيبي، اني هشوف ميته، لو لقيته ناوي بلبط معانا ها هعرقه واخليه يدوس فرامل ويسحب لورا. بس اوعى يدوس بنزين ويطلع لقدام. جرايه يالا، انت متعرفش ابوك ولا ايه؟ من حق ما قلتليش. انت ناوي تكتب على فوزيه انت؟ انا مش عارف، بس انت مستعجل ليه يابا؟ عاوز اطمن عليه. يابا ما انا كويس قدامك اهو. يعني اقول لابوها نكتب الكتاب اول الشهر؟ موافق يا سيدي عشان خاطرك، بس على شرط يوم الفرح تلبس بدله. اهو ده اللي مش ممكن ابدا على راي الست ام كلثوم. خلاص انت حر، انا عن نفسي مش مستعجل. عايز الجوازه تمشي جد اقلع الجلابيه دي. ابا مين الواد اللي بيتصنط علينا من ساعة ما جيت؟ لا ده واد غلبان، بعته الشيخ حنف العنبري وبعت معاه أمارة الكوارع، عايزه ياكل عيش عندنا. خد يا اب. ايوه يا سي محفوظ بيه. انت اسمك ايه؟ عبد الغفور البرعي. واقف عندك بتعمل ايه؟ مستني الحاج يخلص طبق الكشري عشان نرجعه. طب روح هات لي قهوة. بتشربها ازاي؟ حمامة عارف بشربها ازاي. ما انا فاهم يا سي محفوظ، بس انا غرضي اسالك يعني بتشرب القهوة سكرها ازاي. ما قلت لك هات حمامة عارف. يلا غور وشيل الاكل ده من هنا. من عناية من عناية يا سي محفوظ افندي. امشي انا بقى. على فين يا حاج؟ هفوت على المعلم جرجس ولا فوت الاول اشوف البضاعة؟ لا من ناحية البضاعة اطمن، خلص انت بس موضوع جرجس وما تاخرش عليا. طيب